لا كلمة تصف المشهد في هولوكوست غزة، حتى الإبادة أقل بكثير مما يجري على أرض الواقع. قوات الاحتلال الصهيوني وبعد أن أيقنت أن المقاومة عصية عليها، أفرغت ترسانتها العسكرية وأسلحتها على اختلافها في بطون الأطفال والنساء والشيوخ وكل العزل في قطاع صغير لا يمكنه أن يتحمل أطنان المتفجرات. خلال عام كامل يكاد القصف لا يتوقف، وفي كل دقيقة يرتفع عدد الشهداء الذي قارب 42,000، 60% منهم أطفال ونساء وشيوخ. وإذا كان في عقيدتنا عزاؤنا بأن شهداءنا في الجنة، فماذا عن جرحانا؟ ماذا عن اليتامى؟ ماذا عن الأرامل؟ ما يقارب 100,000 جريح يعانون بلا علاج ولا دواء ولا حتى أبسط ظروف الرعاية الصحية، ومن لم تصبه نار المحتل يفر من القصف إلى القصف. رغم دفع الأمم بعضهم ببعض في بقاع الأرض لحفظ مصالحهم، إلا أن غزة لم تجد من يدفع عنها ولو قليلا من المعاناة، فاستشهد البشر واستوت البنايات بالأرض وهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. 611 مسجدا تحولت إلى ركام، فلم يعد يملأ المكان سوى حطام عام كامل من القصف والدمار. عام خلف أرقاما رهيبة، 41,825 شهيدا و 96,910 جرحى، وأزيد من 10,000 مفقود. أكثر من 85,000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة الصغيرة، و 45,000 صاروخ. خسائر مادية بلغت حسب تقديرات أولية 33 مليار دولار. استهداف 15 قطاعاً من القطاعات الحيوية في غزة، إخراج 34 مستشفى عن الخدمة، تدمير أكثر من 123 جامعة ومدرسة بشكل كلي، وهدم 334 جامعة ومدرسة بشكل جزئي يجعلها غير صالحة للتعليم، استشهاد 11,500 طالب وطالبة من المدارس والجامعات، وإعدام 750 معلماً ومعلمة. تدمير قرابة 80% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، وأكثر من 80% من الأهالي دون مأوى. ارتكاب 19 نوعاً من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المخالفة للقانون الدولي، أبرزها التهجير القسري والنزوح الإجباري والتجويع، حيث استشهد 36 طفلاً نتيجة المجاعة. كما اشتد التعذيب داخل المعتقلات ومنع دخول الأدوية، وبالمقابل خروج الجرحى خارج القطاع للعلاج. بالإضافة إلى كل هذا، تدمير أكثر من 1,000,000 متر من شبكات المياه والطرق والشوارع الرئيسية وشبكات الصرف الصحي، ما تسبب في تكوين بيئة خصبة للأمراض المعدية. كما طالت الاعتقالات ما يزيد عن 5,000 شخص من قطاع غزة، وعلى رأسهم أطباء وصحفيون ومسعفون وعناصر الدفاع المدني. الكيان الصهيوني عمل خلال حرب الإبادة على طمس الحقيقة وحجب الصورة كي لا تتسرب خارج القطاع، بقتل 174 صحفياً واعتقال أكثر من 36 آخرين، كما استهدفت أكثر من 182 مؤسسة إعلامية.
بعد كل هذا فلنبحث في القواميس عن مصطلح جديد يصف الوضع، فالإبادة أضحت أصغر من وصف ما يجري، تكاد غزة تنتهي بما فيها ومن عليها، أما العزاء فهو الصمود مقاومة وشعبا، صمود كالخنجر في صدر المحتل الذي أعجزه ذلك فراح يشتت نيرانه يمينا وشمالا. لم تجد اليد القاتلة في غزة سوى خياما بالية متهالكة، وجن جنونها نتيجة فشلها فامتدت إلى الضفة الغربية لوأد المقاومة دون أن تتمكن، وانتقلت بعدها كالثور الهائج نحو الأراضي اللبنانية دون أن تغير من أسلوبها وسلوكها، لكن التاريخ يروي ويصدح بلسان فصيح ما بقي استعمار على وجه الأرض لأن مصيره سيكون الزوال. تبكي غزة فإن جف البكاء فدموعها أنهار دم، أما النصر فآت لا محالة.